سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع سجد يقول أمتي، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. إذا كنت في باب النبي فلا تخف، وإن عارضتك الجن يا خل والإنس تقرب لأقوام يدينون حبه، وباعد أناسا قد تخبطهم مسوا، فإن محب الحق يأوي لأهله بلا ريبة، فإن محب الحق يأوي لأهله بلا ريبة، والجنس يعرفه الجنس. الله، فتح الله عليك.